استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الدكتور ثاثنوس دوكوس مستشار الامن القومي بجمهوريه اليونان وذلك خلال زيارته الى المملكه للمشاركه في مؤتمر حوار المنامه وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيله بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات وقد اعرب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي عن تقديره للعلاقات الوثيقه التي تجمع مملكه البحرين مع جمهوريه اليونان الصديقه لافتا سموه الى ان العلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين تشهد نموا في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركه